الإفطار جاهز. بانتظارك في المرة القادمة. مرحبا. هاي. أهلا، أنا كيكي. مرحبا بكم في استوديو الحرف اليدوية الخاص بي. ما الحيوانات التي سنصنعها اليوم؟ اختيار زجاجة من الشراب. اقلب الغطاء لعمل وجه أسد. وجه الأسد جاهز. اسحب الكرة لجمع الصوف لشعر الأسد. ضع الغراء. احفر 4 ثقوب في العلبة. اقطع القش لعمل أرجل الأسد. ساعد الأسد في اختيار ذيل جميل. واو، يا له من أسد عظيم. دعونا نغسل شعر الأسد. شكل الأسد يبدو رائعا. ضع البيضة في السلة. استخدم كرتون البيضة لعمل فم التمساح. ضع أسنان التمساح. رأس التمساح جاهز. ضع الغراء. بعد ذلك ضع الأرجل الأربعة. والآن لنقم بعمل أقدام التمساح.
ضع الغراء. لا تنسى الذيل والأنف. دعنا نلصق أنف التمساح. اختر لونا تحبه. التمساح رائع، إنه جاهز. اسحب التمساح لأكل السمك. انتبه، السمك المنتفخ له أشواك. قم بتدوير المقبض لعمل خروف خشبي. قم بنشر قطعة من الخشب لعمل أرجل الخروف. وقم بنشر قطعة أخرى لعمل جسم الخروف. ثم احفر بعض الثقوب. قم بتعليق سيقان الخروف. افتح الوسادة المستعملة. ضع الغراء. عظيم، الخروف جاهز. الجو يظلم، دعنا نساعد الخروف في الدخول إلى المنزل. Yeah.